جولة في الصحافة حول العالم وإليكم أبرز العناوين. الجارديان تقول إن الولايات المتحدة وألمانيا تكثفان التحذيرات لروسيا بشأن خط الغاز. فورين بوليسي تقول إنه ينبغي على واشنطن تكثيف مشاركتها في آسيا الوسطى. فاينانشال تايمز تشير إلى أن التسابق على أشباه الموصلات هو اللعبة الصناعية الكبرى في عصرنا. تداعيات الأزمة الأوكرانية والحرب الروسية المحتملة على أوكرانيا تشغل الدول الغربية وبالتالي الصحافة العالمية في ظل تحذيرات غربية ترجح أن أوكرانيا قد تواجه بالفعل غزوا روسيا في فبراير المقبل على الرغم من نفي موسكو. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرا بعنوان الولايات المتحدة وألمانيا تكثفان التحذيرات لروسيا بشأن خط الغاز ودعوة للأمم المتحدة. الصحيفة قالت إنه في حين تستمر الأمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية فإن برلين حسب وصف الصحيفة تتأرجح خلف واشنطن في توجيه تهديدات لموسكو بشأن خط نورد ستريم 2، موضحة أن الدولتين كثفتا تحذيراتهما لروسيا من أن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيكون على المحك ضمن حزمة من العقوبات إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد يوم من رد الولايات المتحدة وحلفائها رسميا على المطالب الأمنية الصادرة عن روسيا بضمانات من الغرب لعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو، قال مسؤولون في موسكو إن مخاوفهم الرئيسية لم تتم معالجتها. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تصعد الهجوم الدبلوماسي على روسيا من خلال الدعوة إلى اجتماع في مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل لمناقشة سلوك ينطوي على تهديد تتبعه روسيا ضد أوكرانيا على أمل إدانة السلوك الروسي، على الرغم من أن موسكو يمكنها استخدام حق النقد أو الفيتو ضد أي قرارات. ينضم إلينا من كييف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خليل عزيمة. دكتور خليل، يعني هنا الحديث عن تداعيات هذه الحرب أو تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، هل بات العالم بالفعل يتعامل مع الأمر كواقع؟ تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. تماما، الدول الغربية والولايات المتحدة ما زالت تتعامل بأن هناك غزو أو اجتياح واسع النطاق روسي إلى الأراضي الأوكرانية، وهناك تخوفات من هذا الغزو وتبعياته، لكن أرى أن لا يمكن الحديث الآن أو في هذه الفترة في الأشهر القادمة عن غزو روسي كامل أو حتى بشكل عام. لن يكون هناك غزو روسي كامل أو اجتياح كامل لأوكرانيا. هذا سيعود بروسيا بتبعيات كبيرة من ناحية الضغط، العقوبات الاقتصادية، والمجتمع الدولي لن يقف متفرجا على هذا الأمر. بالإضافة أن أوكرانيا تعرفون أنها ثاني أكبر دولة أوروبية من حيث المساحة، وبالتالي السيطرة على هذه المساحة الكبيرة يلزمها قوات كبيرة وكبيرة جدا. ولا أعتقد أن هناك سيكون تهور روسي بتنفيذ مثل هذه العمليات، ولكن يمكن أن يكون هناك عمليات محدودة في الشرق في دونباس. وتقينا أيضا إشارة إيجابية من روسيا في اجتماع النورماندي أو صيغة النورماندي في باريس أول أمس، والأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع آخر في برلين. هذه الاجتماعات النورماندية أعطت انطباع جيد أن روسيا أكدت على يجب حل مشكلة الدنباس بالحل السلمي، وبذلك نعود إلى المربع الأول فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية، وهي موضوع الدنباس وتنفيذ اتفاقيات مينسك. من سيكون أولا، الانتخابات المحلية أم انتشار القوات الأوكرانية على الحدود مع روسيا؟ هذه الخلاف الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا حول اتفاقيات مينسك. والمهم الآن أنهم أكد الطرفان أن يجب الاستمرار في الحفاظ على وقف إطلاق النار في الدنباس. إذا نحن أمام نشاط دبلوماسي جديد، وكما عهدنا النشاط منذ أسبوعين أو ثلاثة الذي
طب دكتور خليل، يعني هل من دائما دلالة إلى يعني فيما يتعلق بأن الصحيفة التي نشرت هذا الموضوع هي صحيفة بريطانية، مع دخول بريطانيا على خط هذه الأزمة؟ سيدتي، إذا تابعنا الأمر منذ البداية، هناك دائما أو تصعيد الكلامي والتهويل بأن هناك غزو روسي واسع النطاق جاء من الدول الغربية والولايات المتحدة، ومن ثم كررت هذه أوكرانيا. ولكن هذا لا يعني أن ليس هناك تهديد. بوتين يحشد بقواته وبشكل كبير، وما زال يحشد على الحدود الأوكرانية، واتسعت نطاق الحشد كما بيّنت الصحف الأمريكية بالأمس، أن حتى على الحدود مع الحدود البيلاروسية مع أوكرانيا، من خلال الادعاء بإجراء مناورات مع بيلاروسيا تم إدخال. إذن هناك بالفعل هناك تهديد قوي لأوكرانيا ولشياح أوكرانيا، رغم أن المنطق لا يتقبل ذلك. ولكن المشكلة في روسيا أن القرار الروسي يتخذه شخص واحد، ليست كالولايات المتحدة، هناك إدارة أمريكية، الرئيس يناقش ويمكن لا يستطيع أن يتخذ قرار مفرده. فبروسيا هذه الدول الشمولية القرار هو بيد شخص واحد، بيد بوتين، ولا نعرف ماذا طيب دكتور خليل، يعني هنا الحديث أيضا عن الموقف الألماني والأمريكي الذي يتماهى ربما طبقا للصحيفة مع الموقف الأمريكي في التحذير بشأن خط الغاز الرئيسي نورد ستريم 2. يعني هنا ألمانيا متضرر من إصابة هذا الخط لأنها تحصل أيضا على إمداداتها من الغاز منه. كيف تقرأ هذا الموقف الألماني؟ الحقيقة ألمانيا دائما من خلال الأزمة مع أوكرانيا كان موقفها مختلف تماما مع المواقف الأوروبية، الدول الأوروبية بشكل كامل. منذ فترة طويلة ألمانيا لا تريد علاقات سيئة مع موسكو، هناك مصالح مشتركة ومشتركة وكبيرة. نورد ستريم 2 يعني أن ألمانيا ستقوم بالتحكم بالغاز في أوروبا، وهذا ربح اقتصادي كبير لأوكرانيا. لذلك دائما خلال الأزمة الأوكرانية ألمانيا لم تتخذ أي مواقف تزعج الكريملين، وبالتالي لاحظنا حتى في موضوع دعم أوكرانيا في السلاح، رفضت ألمانيا تقديم السلاح إلى أوكرانيا، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك أنها رفضت أيضا تسليم أوكرانيا أسلحة ألمانية عن طريق دولة ثالثة. لذلك الموقف هنا في أوكرانيا دائما هناك تخوف من الموقف الألماني، حتى في اجتماعات النورماندي في الأعوام السابقة كانت دائما ألمانيا تقف أو تتعاطف مع الموقف الروسي، ووصلت إلى مرحلة أنها كان هناك فكرة عقد اجتماع النورماندي بدون أوكرانيا، هذه وافقت عليها ألمانيا. إذن الموقف الألماني يعتمد على عدم إساءة العلاقة مع روسيا والبقاء على علاقة جيدة مع روسيا، نظرا للمشروعات الاقتصادية وعلى رأسها ستريم 2. إذن الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خليل عزيمة كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك. ونواصل هذه الجولة في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. بينما يستعد بوتين لغزو أوكرانيا، فورن بوليسي تتساءل هل الدفاع عن أوكرانيا أمر حيوي لأمن الولايات المتحدة؟ فبحسب المجلة لا تزال واشنطن وحلفاؤها مترددين فيما إذا كانت كييف تستحق القتال من أجلها أو لا. وول ستريت جورنال تقول إنه مع تهديد روسيا لأوكرانيا تسعى أوروبا لتأمين إمدادات الغاز. بعد ضربات جوية فاشلة، واشنطن بوست تؤكد أن البنتاغون سيوسع جهوده لتقليل الخسائر المدنية التي تسببها القوات الأمريكية. نيويورك تايمز تؤكد أن النمو يتصاعد في اقتصاد بايدن لكن الناخبين لا يشعرون بالتحسن.
الغارديان تشير إلى أن تحطم طائرة F-35C يترك مقاتلة أمريكية غارقة في بحر الصين الجنوبي المعادي، ومخاوف من أن تكون غواصات صينية أول الواصلين إلى حطام المقاتلة التي تحمل تقنيات سرية. تتعالى الأصوات المنادية بضرورة تعزيز الولايات المتحدة علاقاتها بدول آسيا الوسطى لمواجهة تنامي نفوذ الصين وروسيا. في هذا الإطار نشرت مجلة فورن بوليسي مقالاً تحت عنوان ينبغي على واشنطن تكثيف مشاركتها في آسيا الوسطى. المجلة أكدت أن الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار الغاز تلقي الضوء على مخاطر تجاهل الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار السياسي في آسيا الوسطى، واعتبرتها نداء إيقاظ للولايات المتحدة لتغيير نهجها وزيادة مشاركتها في المنطقة. المجلة دعت واشنطن إلى تبني سياسة أكثر تماسكاً وديناميكية للمنطقة التي تقع على مفترق طرق بين روسيا والصين، موضحة أن ردود الفعل الروسية والصينية على الاضطرابات في كازاخستان تظهر مدى توافق مصالحهما في تحقيق الاستقرار في آسيا الوسطى على الرغم من بعض التنافس بين البلدين على النفوذ في المنطقة. المجلة ألقت الضوء كذلك على طلب الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف للمساعدة العسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تسيطر عليها روسيا، وهو ما يؤدي إلى تعزيز نفوذ موسكو طويل الأمد في المنطقة. وأخيراً أكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة إذا كانت تريد تجنب الوقوع في الجانب الخطأ من التاريخ فعليها أن تقدم لشعوب آسيا الوسطى بديلاً للنموذجين الروسي والصيني. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد وفيها بعد الفاصل. فاينانشال تايمز تقول إن أستراليا تتعهد ب 700 مليون دولار لحماية الحيد المرجاني العظيم. أهلا بكم من جديد. بينما تتنافس الولايات المتحدة والصين في مجالات عدة، فإن الصراع بين القطبين الرئيسيين يبرز كثيرا في التفوق التكنولوجي، وتحديد الفائز بينهما يتوقف على القدرة على الابتكار. هذا ما تؤكده صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في مقال رأي بعنوان التسابق على أشباه الموصلات هو اللعبة الصناعية الكبرى في عصرنا. الصحيفة تشير إلى استمرار صعود ما وصفته برهانات الطاولة في سوق أشباه الموصلات العالمي، مع إعلان أهم شركات التكنولوجيا في العالم زيادة هائلة في الإنفاق على أشباه الموصلات. شبهت الصحيفة التنافس في هذا المجال بقتال المصارعة في روما القديمة، موضحة أن معارك أشباه الموصلات لا تدور فقط بين الشركات لتوفير الطلب المتزايد على الرقائق الدقيقة، ولكن من قبل الحكومات التي تسعى لتأكيد تفوقها التكنولوجي أيضاً. ولفتت الصحيفة إلى أن أشباه الموصلات التي يعتمد عليها في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الأجهزة الطبية إلى الطائرات المقاتلة أصبحت ساحة معركة للمنافسة الجيوسياسية الشرسة، حيث تحاول الولايات المتحدة تعزيز هيمنتها التكنولوجية وإبطاء صعود الصين. وألقت الصحيفة الضوء على زيادة الإنفاق في هذا المجال، مشيرة إلى مساع لتمرير قانون الرقائق في الكونغرس وقانون مماثل في الاتحاد الأوروبي بهدف مضاعفة إنتاج أشباه الموصلات. كما أنفقت الصين أموالاً على استيراد أشباه الموصلات أكثر من النفط في عام 2020، ومع تعرضها لضغوط شديدة بسبب قيود الصادرات الأمريكية فإنها أعلنت أن الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. تواجه الحكومة الأسترالية ضغوطاً فيما يتعلق بصحة الشعاب المرجانية، مع أعلان اليونسكو أن مفتشيها سيجرون مراجعات منتظمة لمواقع الشعاب المهددة لرصد الخطر. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت الملف تحت عنوان أستراليا تتعهد بمبلغ 700 مليون دولار لحماية الحيد المرجاني العظيم. استهلت الصحيفة التقرير بالإشارة إلى ما كشفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بشأن تهديد منظمة اليونسكو بوضع الحيد المرجاني العظيم الواقع شمال شرق أستراليا والبالغ طوله 2300 كيلومتر على قائمة الخطر بسبب الأضرار الناجمة عن تغير المناخ وغيره من العوامل. وذكرت الصحيفة أنه لمواجهة تهديد اليونسكو أعلنت أستراليا أنها ستنفق مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 700 مليون دولار أمريكي، على تدابير الحماية الجيدة للحيد المرجاني العظيم. وتعهدت حكومة موريسون بتحسين جودة المياه واتخاذ إجراءات صارمة ضد الصيد غير القانوني قبل الانتخابات الفيدرالية المقرر إجراؤها في 21 من مايو المقبل، إلا أن هذه التعهدات لم تهدئ مخاوف نشطاء البيئة.
وقالت الحكومة إن الاستثمار الجديد سيرفع إجمالي إنفاق أستراليا لحماية الشعاب المرجانية إلى 3 مليارات دولار أسترالي بحلول عام 2050، بينما تعهد حزب العمل المعارض ب 163 مليون دولار أسترالي لحماية الشعاب المرجانية هذا الشهر. ونوهت الصحيفة إلى أهمية ولاية كوينزلاند التي تضم الحيد المرجاني العظيمة، موضحة أن لها دور محوري في فرص إعادة انتخاب الحكومة، بينما ينظر إلى بعض المناطق على أنها مقاعد متأرجحة محتملة لحزب العمل المعارض. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا، نتابع أبرز عناوينها. أحوال التركية تنشر تأكيد البنك المركزي التركي بأن الليرة ستكون محور معركة التضخم. لمنع طالبي اللجوء من دخول البلاد، الغارديان تؤكد أن بولندا تبدأ في بناء جدار من خلال غابة محمية على حدود بيلاروسيا. الغارديان تقول إن الغرب متهم بالنفاق المناخي لأن الانبعاثات الكربونية منه تتفوق على مثيلاتها في البلدان الفقيرة. واشنطن بوست تشير إلى أنه إلا أن من تم تغريمهم لخرق قواعد الإغلاق في المملكة المتحدة يقولون أنه يجب معاقبة بوريس جونسون أيضا. فاينانشال تايمز تقول أن عائدات شركة أبل تسجل رقما قياسيا آخر وهي تتعامل مع أزمة سلاسل التوريد. حتى مع وصول حالات كورونا إلى مستويات قياسية، خففت هولندا وغيرها من دول أوروبا الغربية القيود التي فرضتها في مواجهة أوميكرون، حيث ظلت حالات دخول المستشفيات والوفيات منخفضة. والستريت جورنال تناولت الموضوع تحت عنوان وفيات أوميكرون في الولايات المتحدة تجاوزت ذروة دلتا، بينما يتزايد التفاؤل في أوروبا. وبحسب الصحيفة، فقد أظهرت بيانات الولايات المتحدة أن متوسط الوفيات اليومية من المرض يتجاوز الذروة التي تم الوصول إليها خلال الطفرة التي يقودها متغير دلتا السائد سابقا. في المقابل، وكما تقول الصحيفة، فإن الوضع مختلف في أوروبا، حيث معدلات التطعيم أعلى بشكل عام من الولايات المتحدة، لكن لم ينتج عن الارتفاع القياسي في عدد حالات زيادة متناسبة في حالات دخول المستشفيات والوفيات التي شهدت في وقت سابق من الوباء. وأضافت وول ستريت جورنال أن الإصابات الجديدة المؤكدة بكورونا في إيطاليا وإسبانيا واليونان تتراجع عن سجلات الوباء المسجلة في وقت سابق من هذا الشهر، كما أن الضغط على أنظمة الرعاية الصحية آخذ في التراجع، حيث بدأ عدد حالات الدخول إلى المستشفيات في الانخفاض في البلدان الثلاثة، في إشارة إلى أن أسوأ موجة من العدوى الحالية قد تكون انتهت. كشف مسؤول إثيوبي حكومي سابق كيف مهدت أجندة الإصلاح لرئيس الوزراء الطريق للحرب في تيغراي. فورن بوليسي تناولت هذه الشهادة لميليكسا إم جيتشو، رئيس مكتب إدارة ولاية أوروميا الإقليمية في إثيوبيا، في مقال تحت عنوان كيف خان أبي أحمد أوروميا وعرض إثيوبيا للخطر. وبحسب المجلة، فإن جيميتشو تم تقديم الأزمة المعقدة في إثيوبيا إلى حد كبير في الصحافة الغربية من خلال العدسة الضيقة للحرب الأهلية في الجزء الشمالي من البلاد، وتم تجاهل وجود مشاكل عميقة في أجزاء أخرى من إثيوبيا إلى حد كبير. ويضيف جوميتشو، كان أبي أحمد يتمتع بشعبية كبيرة في الأشهر الستة الأولى من توليه المنصب، لأنه وعد بالاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاح والتي وضعتها الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، لكنه بدأ في التفكير في توطيد سلطته بدلا من الانتقال بالدولة للديمقراطية. ويوضح جوميتشو أن تراجع شعبية أبي أحمد كانت العوامل عدة، بدأها بتطهير حزبه الإقليمي حزب أورومو الديمقراطي عبر إزاحة أي منافسين محتملين أو عقبات أمام سعيه الشخصي للحصول على السلطة المطلقة، ثم قاد أبي أحمد حملة قمعية ضد شباب أوروما، وبعد ذلك اتسعت رغبة أبي أحمد في السلطة المطلقة والتدابير الخاطئة ضد مؤيديه المحتملين في أوروميا لتشمل منطقة تيغراي، حيث اندلعت حرب أهلية دامية باسم تطبيق القانون في نوفمبر 2020. تعاني شركات صناعة السيارات في تركيا، حيث تفرض الحكومة قيوداً على الطاقة على المصانع. فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان تضرر الصناعة التركية بسبب انقطاع التيار الكهربائي وسط مشاكل في إمدادات الغاز.
الصحيفة ذكرت أن تركيا عانت من توقف التصنيع بعد مشاكل في إمدادات الغاز في البلاد أجبرت الدولة على فرض قطع الكهرباء عن الصناعة. وبحسب الصحيفة، كانت شركة توفاز التركية لصناعة السيارات المملوكة جزئياً لشركة فيات من بين الشركات التي أعلنت عن وقف الإنتاج مطلع الأسبوع الحالي بعد أن قالت الحكومة أنها ستفرض انقطاعاً للتيار الكهربائي لمدة 3 أيام على مستخدمي الصناعات الثقيلة هذا الأسبوع. شملت المشاريع الأخرى مشروع رينو المشترك، والذي قال إنه سيوقف الإنتاج في مصنعه في بورصة غرب البلاد لمدة 15 يوماً اعتباراً من الأسبوع الحالي. وتأتي حالات الانقطاع التي تخاطر بإذكاء التضخم المرتفع بالفعل في تركيا وضرب أهداف الرئيس رجب طيب أردوغان التصديرية، بعد أن أعلنت إيران عن توفر حوالي 10% من الغاز الطبيعي لتركيا الأسبوع الماضي، أنها ستعلق مؤقتاً صادرات الغاز إلى جارتها بسبب مشاكل تقنية. نصل بذلك إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا لكم وإلى اللقاء.